اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا الله، يا الله، يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا عظيم، نسألك يا الله كما جمعتنا في مسجد حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد، احشرنا في زمرتهم وفي معيتهم بمنك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها أعمالنا، وتزكي بها نفوسنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عقيمًا إلا رزقته، ولا شابًا إلا هديته، إلا هديته وأصلحته، وأغنيته ووفقته وأسعدته، ولا فتاة إلا سترتها، وأسعدتها، وحفظتها، ورزقتها ووفقتها يا رب العالمين، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا برحمتك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما تحب، اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما تحب.
وما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الرحمة، اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه ومن العلم أنفعه ومن العمل أصلحه وأنفعه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر أسماعنا ومن شر قلوبنا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بالرضوان، اختم لنا بالرضوان. تقبل منا شهر رمضان، تقبل منا صيام رمضان، تقبل منا قيام رمضان يا كريم يا منان يا كريم يا منان. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك. اللهم عمنا جميعا، اللهم عمنا جميعا بعفوك، اللهم عمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك. يا عظيم الرحمات يا عظيم الرحمات يا عظيم الصلات يا جزيل الهبات. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم قد غفروا لنا فاغفر لهم. اللهم اشف أسقامهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم استجب دعاءهم، اللهم حقق لهم مناهم يا سميع الدعاء. اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم اختمهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.